السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شفنا مع بعض هرم اسمه Data Information Knowledge Wisdom أو DIKW أو البيانات، المعلومات، المعرفة، الحكمة. طيب الداتا يعني إيه؟ الداتا يعني رقم، مثلا كلمة، يعني حاجة ملهاش أي معنى لوحدها، تمام؟ يعني لما أقول لك مثلا أحمر، أخضر، أصفر، 315، 314، 615، ملهاش أي معنى خالص، تمام؟ الانفورميشن لما اديك بقى معلومه كامله، اقول لك مثلا ايه الطريق ده طوله مثلا 500 متر، او اقول لك مثلا ان اقصى حد العمود مثلا مترين مثلا، حاجه زي كده، بقى عندك معلومه، تمام؟ النولج ان انت بقى تعرف الحاجه افضل، وتعرف تنظم المعلومات بتاعتك، وتعرف ايه الحاجه اللي تستفاد منها. الويزدم اللي هي الخبره بقى نفسها، او الحكمه نفسها، ان انت تاخد القرار اللازم في الموضوع دوت. يعني عندي داتا مثلا 2000، 2000 ايه؟ 2000 جنيه، 2000 دولار، 2000 حبايه، 2000 متر، تمام؟ الانفورميشن انا عندي الراتب بتاع الشهر ده 2000 جنيه، ده المرتب بتاعي، ده اللي المفروض يكفيني اخر الشهر، تمام؟ النولج ده في كده مشكله. الويزدم ان انت تقدر تنظم المبلغ ده على الشهر كله، وتقدر تعدي الشهر كله، وتقدر تجيب حاجه تكفيك الشهر كله. دي الفكره كلها من الموضوع ده. طيب الداتا انت ممكن عرفت بعض المعلومات. قول مثلا عرفنا ان في حاجه اسمها البيم. طيب ايه هو البيم؟ الداتا تقول لك بيم. افتكرت ده في البان اسمه بيم بيم. لا ده في لما حاجه بتضرب اسمها بتعمل صوت بيم، ده داتا، تمام؟ عندي حاجه اسمها بيم، ايه هي؟ الله اعلم. الانفورميشن عرفت ان البيم دوت هو طريقة أو فكرة أو فلسفة بنقدر نعمل بيه نموذج مشابه للي هيتطبق، أو في كل المعلومات اللي تساعدنا على اتخاذ القرار في المباني. النولج بقى إن أنا أبدأ أتعلم وأشوف السوفت وير وكده. الحكمة والوزدم إزاي بقى تنظم الشغل بتاعك، وإزاي تستفاد منه، وإزاي يبقى تخش في قلب السباق مع الناس اللي هي شغال في المجال دوت، والناس اللي هي سبقتك، ويبقى عندك ميزة وتقدر تقول طب أنا مثلا هدمجه مع الاوجمانتد رياليتي، هدمجه مع الفيرتشوال رياليتي، وهكذا، تمام؟ فده الهرم ده مهم جدا، اللي هو الداتا، معلومات اهيت، مثلا كلمه، رقم، ممكن يكون عندي ارقام كتير ما لهاش اي معنى خالص. بقول لكم مثلا واحد جاب نتيجه كذا في الامتحان، واحد جاب نتيجه كذا، الثاني جاب كذا، جاب 515 في التاريخ، جاب الانفورميشن بقى ده انا عندي قد ايه ناجحين، وعندي ايه ناقصين، والحاجات دي. النولج بقى خلاص بقى عندي المعلومات، واقدر انظمها، واقدر اخد نسبه وتناسب، واقدر اشوف ايه الموضوع. الحكمه بقى ان انا اقدر انظم واشوف سوق العمل محتاج قد ايه، وانظم بحيث ان السنه الجايه ممكن اركز على حاجه معينه، لا ده احنا محتاجين ناس تبقى تخش القسم الفلاني، او اخد قرار معين انظم في كذا اسلوب لاداره البيانات والمعلومات والحكمه والنولج، المعرفه اللي عندي.